نعم، شو السبب ديال الدعوه لهذه الوقفه؟ سيدي سعد رئيس جمعيه تجار فعاليه شارع محمد الخامس، وقفه عندها هدف واحد وهي اعاده الهيكله ديال شارع محمد الخامس. نعم، لان مشاكلنا مشاكل كبيره، الا ما كانش اعاده الهيكله راه هاد الناس هادو راهم كيموتوا بالجوع، وراه التجاره مشات، وراه عباد الله مابقات لا تاكل ولا تشرب. وشارع محمد الخامس الحقيقة شو ما نقولوا بأنه مستهدف، ولكن الحقيقة هي نعم. ما علاقة إعادة الهيكلة بالمشاكل الأمنية؟ ما عندناش مشكل الأمن، حنا حتى في اللافتات اللي كتبنا قلنا مزيد من الأمن، ما كنقولوش بأن الأمن منعدم، حاشا لله، الناس قدام على راسها، والمشكل ماشي في الأمن، المشكل حنا مع الناس المنتخبة اللي كيمكن لها هي اللي عندها الصلاحية باش تصوب الشارع وباش تعود الهيكلة ديالو. لان في غياب اعاده الهيكله ديال شارع محمد الخامس المشاكل غتبقى تزايد والناس غتزيد تموت، ومع ان الشوارع المجاوره لشارع محمد الخامس تصوبات، دونك من حيت تصوبات الى تغيني ذاك لو كليون الزبون اللي كان تيجي عندنا هنا شارع محمد الخامس كنخدم مع حاجه مشى لتك الشوارع اللي تصوبات والمول اكثر، لان ملي جاو عملوا المول قدام شارع محمد الخامس. نعم، دخلتوا شي حوار مع العمده؟ عملنا حوار مع العمده، وعملنا حوار مع رئيس المجلس البلدي، وعملنا حوار مع جميع، الا ان ومع الباشا، وكلهم كانوا بصدر رحب استقبلونا، الا ان النتيجه ما كاينه نتيجه. شي اضافه؟